السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم هو الضحية. الضحية أصعب حاجة وهو الإنسان يمثلها. مثلا البنت كتصاحب مع الصديق ديالها ومن بعد كيبقى يقنعها حتى تعطيه كل شيء. ملي كتعطيه كل شيء تقول لك لا ما عيطليش، لا ما تكلمش معايا، لا ما عطانيش وقت، لا. ولكن انت اللي خاطئة، انت اللي مثلتي الضحيه، لانه هو هذاك الشيء اللي باغي، لان الراجل كيبقى راجل. ما انت كان عليك تفكري بعقلك ان هذا السيد باغيني المعقول، مرحبا به، يجي للدار يتقدم. خو اصدقاء ما تعطيش كل شيء، انك غادي تهضري تكلمي تناقشي مواضيع، شي درجه انك تفرطي في كل شيء في اخر المطاف تبقاي تشكي لا راني كنبغيه، لا ما قدرتش نتخلى عليه، لا ما قدرتش نتفارق معاه، لا. هذا ماشي حل، لانك انت السبب، انت اللي خاطئه ماشي هو. مثلا وحده قالت لي ان 10 سنين وانا وياه، ودابا ملي نتخرج الطبيب وسمح فيا، من حقه لانه حر، واي واحد راه حر، واي واحد راه مسؤول على التصرفات ديالو. اي واحد فينا راه مسؤول على التصرفات ديالو، وانت بقيتي ضحيه. لهذا الانسان ما خصوش يخطئ. كنقول لبناتي اللي مازالين صغارين مراهقات، من الاحسن الانسان الا جا عندك كصديق كيبقى في حدود الصداقه، ما يجيش انه يبقى يتدخل في مسائل اخرى، لانك تبقى شخصيتك هذه. ما يمكنش انك تقول هاد السيد هذا راه كيبغيني بمعنى الكلمه، راه غادي نتزوجو، راه لا، راه ما كاينش الزواج. الا عطيتيه اللي بغيتي راه ما كاينش الزواج. اون فوا تعطيه داكشي اللي بغا كيقول كيما عطيتيني غادي تعطي لواحد اخر. لهذا كنقول لبنتي انها تضبط راساتها، انها تكون البنت المثاليه، انها تفكر بعقلها ما تفكرش بالعاطفه ديالها. لهذا خاص الانسان يخدم عقله وما يخدمش العواطف ديالو. دائما العاطفه كتؤدي للهويه، من بعد كتبقاي ضحيه لا فرطتي. لهذا باش الانسان يفرط فراساتو، لا ما نبغيها لكمش. انسان يبغي راساتو، يعتقي من راساتو قبل ما يعطيها للاخر. هذا الاخر هذا اللي غادي يجعلني نكون ضحيه، عندي ما ندير به بلاش، انه باش يكون في الحياه ديالي مرحبا، ولكن في حدود، في حدود، بشيء معقول ماشي بشيء لا معقول. لهذا لازمنا نفكروا بعقلانيه، نفكروا بجد باش ما نطيحوش ضحيه، باش ما نطيحوش نكونوا ضحيه. احبكم في الله، تحياتي بلطف.